ايش العلم؟ ايش العلم؟ تفاجأت. اسمعوا، بعطيكم العلم على مرزوقة وابو قحط. طبعا انا داعمة للنساء، تعرفوني انا مع مرزوقة. ها النساء. أنا مع أبو قحط. أجل انا مع مرزوقة ذي. كيفك انت؟ بس انا مع مرزوقة، مع ان ابو قحط قحطاني، بس انا من فريق نصيرة النساء. انا مرزوقة. ليش تبغى تكون هناك؟ اسمعوا السالفة وشي. انا طبعا صار لي يومين ما دخلت على تويتر، حتى لما قالوا لي اني انا صايرة ترند. هذه واحدة من الفانزات، من فانزاتي، ارسلت لي قالت هند انه انت صايرة ترند، وارسلت لي الصورة ونزلتها عندي. وانشغلت، انتو عارفين، انشغلت ورحت السوبر ماركت وما ادري، وسويت الاعلان. المهم ارجع القى عندي اللي انا مضيفتهم على السناب مرسليلي. ايوه، حتى الايميل، جيت افتح الايميل لقيت كثير بنات هنتك فين، افزعي مع مرزوقة. ايش مرزوقة؟ والله ماني فاهمة السالفة. لما رحت اشوف طلع منافسة على جائزة فقط 500 ريال، بس الدعوة صارت عناد كذا، صارت فريق البنات ضد فريق الرجال، نساء ضد رجال، صارت الشغلة عناد، والله بنات تحولت متفوقين عناد بكثير. والله. النساء أقسم بالله كفو، قويات صايرة. يعني كان هو المتصدر، هذا اللي مرزوق على فهمته. 500. يعني لا، المسألة ما عاد هي مسألة فلوس وكذا، صارت مسألة، يعني صارت مسألة إنه كذا عناد زي ما قلت أنا، وإثبات جدارة. فعلا المرأة أثبتت جدارتها. صارت مسألة تحدي، تحدي الغلبة للأقوى. لايكات، صايرة الحرب العالمية الثالثة في اللايكات. فمو أنا أعطيتكم الرابط قبل شوي، يا معشر النساء ومن يناصر المرأة من الرجال، ادخلوا بس على الرابط وأعطوا مرزوقة لايك وانتهى الموضوع. وبس يلا يلا، بقى ساعتين. أنا أبو تفاجأت، قحط آخر من يعلم والله، ولا أدري عن شيء، أنا مشغولة أصلا، كنت مشغولة. والله أنا بس مع أبو قحط. يوم فضيت وجيت أفتح السنابات والإيميل ألقى العالم هند هند هند. حتى أنا اسمي طلع ترند من كثر ما قعدوا يطلبوني في ال، أقول لكم صار اسمي ترند من كثر ما البنات في تويتر قاعدين هند حطي لايك هند. أنا شوفوا، ما حطيت لايك، أنا حطيت الرابط، الملايين اللي يشوفوني يدخلون على الرابط ويعطون مرزوقة لايك. وقلنا بقى تقريبا ساعتين أو أقل، معلش فالحمد. انا مع ابو يعني قحط. أنا حاولت إني أقدم مساعدة، لأني يعني مش لايك مني واحد، جمهوري اللي يشوفوني الآن كل واحد فيهم، كل واحدة تدخل وتعطي مرزوقة لايك. بس ادخلي على الرابط وبتشوفين التغريدة حقت مرزوقة، اضغطي لايك وخلاص وخلصنا. وها، قصرت ولا ما قصرت؟ انا صح اني تأخرت لاني والله ما كنت اعرف، بس انه يعني وصلت متابعيني بتغريدة مرزوقة. 500 والنصر لنا، النصر. بس بكمامات، تصوروا شفتها وشافتني وكذا، صورات وخلاص. الحين صارت تراجع التيك توك اللي صورتها، انتي تراجعين اللي صورتيه بالتيك توك.